أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء أنه سيعلن عن خلافة القاضية الراحلة روث بادر جينزبورغ في المحكمة العليا يوم السبت المقبل، وأوضح معظم الجمهوريين يوم الثلاثاء أنهم سيصوتون على مرشح ترامب. وقد نجح ترامب في تعيين قاضيين محافظين في المحكمة العليا خلال فترة ولايته، وإذا تم تمرير الترشيح مرة أخرى فإن القضاة من المحافظين في المحكمة سيكونون 6 مقابل 3 من الليبراليين.